عملية البحث اليوم تجددت عن طريق القوات اللي موجودة، قوات الشرطة والمتطوعين، زائد عن هذا تجبور، عملوا تجبور، جابوا وحدة عسكرية اللي معها السونار اللي احنا كنا نطالب به، اللي هو رادار اللي بيكشف الأرض وممكن يعطينا الأجسام الموجودة على الأرض بالنقطة نفسها. المتطوعين اللي أجوا من كل الوسط العربي والوسط اليهودي، معنا برضو ناس عرب ويهود ومسلم ومسيحي، كل الناس متعاطفة بالوضع الإنساني اللي احنا موجودين به. موجودين عندنا متطوعين غطس، موجودين عندنا متطوعين زي ما انت شايف لانشات، موجود عندنا في نعيام، موجود عندنا ناس بتمشي على الشواطئ بتدور، موجود عندنا ناس بتساعد في أكل، موجود عندنا ناس، كل إشي موجود. احنا بنتمنى انه اليوم احنا نخلص هذا العمل. اليوم زي ما احنا شايفين انه تكثفت جهود من عدد الغطاسين، من عدد اللي قاعدين بيبحثوا على الشط، تمشيط الشط. برضو شايفين انه اليوم في وحدات اخرى اللي شاركت في عملية البحث، برضو في شباب وبساط اللي جاي من ام الفحم من اجل عملية البحث. ان شاء الله احنا نتأمل انه اليوم يكون نلقى، يكون معنا إشي إيجابي إن شاء الله، إنه نلقى رائد. رسالتي إنه كل شخص بيقدر يساعد، يقدم مساعدة في أي مجال، في البحث على الشط، البحث من خلال الطيارات المسيرة، البحث في الدراجات المائية، بيقدر يتوجه ويقدم مساعدة. إحنا هنا طبعا كلياتنا هدف واحد، كلياتنا متعاونين مع بعض، ومرحب في كل شخص بيجي يقدم مساعدة. تواجد هنا العشرات، ممكن أقول إنه المئات. الصرخة الودوية اللي امبارح كانت أتت كلها، نشدنا الناس والناس فيها كل الخير، عم بتوافدوا وما زالوا يتوافدوا. موجودين هون غواصين في داخل المياه، دراجات مائية، راح تيجي بساط للمشاة. هسه القائد العملية حكى انه هو بده يقعد معهم، يفهمهم وين يدوروا، كيف يدوروا، بده يفتحوا البوابات، لانه في بوابات من اجل تسهيل عملية البحث. شيء يخرج الصدر يعني هون انا من كل المجتمع العربي الموجود.